السلام عليكم حبيبتي احبائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم صايبوا لا بات فويتي في المنزل بطريقه سهله وبسيطه وتتوجد لنا بسرعه، اللي ممكن نقدروا نصايبوا بها لي بيتزا، نقدروا نصايبوا بها كذلك لي كيش ديالنا، نقدروا نصايبوا لي كرواسون، نقدروا نصايبوا بها بالعاد الحوايج. فريمون تتجي مرقه وخفيفه وتتنفخ لينا دغيا وتتجي هماوية تستحق التجربة. اليوم ان شاء الله غادي نقتصر في هذا الفيديو غير كيفاش نصايبو لا بات فويتي، ومن بعد ان شاء الله غادي نصايب لكم هاد الوصفات اللي درتهم في هاد لا فيديو اللي تشوفوا دابا. يلا بقاو معايا باش نشوفوا طريقة التحضير ديالها وكذلك المقادير. يلا اتو دو سويت. ما تنساوش تخليوا ليا دي لايك ودي كومونتير، واللي اول مره يدخل القناه ما ينساش كذلك يتابونا يفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد ديالنا، وتابعوني على الانستغرام يونيفير عصفور عالم عصفور. كيف تشوفوا هنايا عندنا 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، عندنا هنايا 250 غرام ديال الزبده يعني بحراره الغرفه 250 غرام، عندنا واحد 50 غرام اللي غادي نبداو بها هي الاولى، عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا هنايا واحد شويه ديال الماء باش نخلطوا العجين. هاد العناصر كامله وهاد المقادير باش غادي نحضروا لا بات فويتي. هذيك لا بات فويتي تتجي رائعه وجه اللي نقدروا نصايبوا بها بزاف الاشياء، العرادات ولا الحفلات اللي عندنا او مناسبات. كنوضعوا الدقيق هنايا في الاناء الخاص بال او في العجانه، غادي نضيفوا عليه هنايا شويه ديال الزبده، وغادي نضيفوا الملح المليحه. كيف شفتيو هنايا خلطنا الدقيق والزبده 50 غرام وشويه الملحه ديك المعلقه الصغيره. كي تشوفوا دابا غادي نهبطوا وغادي نضيفوا الماء بشويه ما نكتروش. يعني ما غاديش نخليوها جاريه وفي نفس الوقت ما نخليوهاش قاصحه، نحاولوا ما نخليوهاش قاصحه. كيف تتشوفوا يعني بقات لينا قاصحة ماشي جارية. جبدنا العجينة ديالنا هي يعني ما قاصحاش بزاف وما رطباش بيان سور. غادي نحاول كيف تتشوفوا غادي ناخذ المقص غادي نقطعها هكذا. غادي نخشي الزبده ديالي هنايا في الوسط وغادي ندير عليها العجينه. وغادي نسرحها، وباش تكون عندنا لاباط فويتي ناجحه غادي نديروا ليها 4 ديال الطيات. غادي نبداو دابا الان بالطيه الاولى. عاوتاني هنايا التحت غادي نطلعوا الفوق من هنا من الوسط ونطلع للفوق، وهنايا نهبط وهادي نطلع، يعني نحاول نديرو مستطيل. قلت لكم لا طلعنا للفوق هكذا ما نحاولوش نرجعوا، يعني من لهنا نبقاو طالعين سميتو، ومن لهنا لتحت نهبطوا ما نعاودوش نطلعوها. نجمعوا هنا وهنا وغادي ندفع عليها الدقيق وغادي ندير بحال هكذا كيف تتشوفوا، وغادي
هذا البلياج النمرة نجي جوج. يعني نفس كي قلت لكم، نجي من الوسط ونجي لهنايا ونهبط وهنايا ونطلع. كي قلت لكم هنايا نهبط وهنا نطلع. نحاول نزيد نورقها. كي تشوفوا جاتني كبيره بزاف، غادي نقطعها هكذا على النص نصف، وغادي نحط هذا هنا، وغادي نجيب هذا باش يجيني ساهل يجيني ساهل في الخدمه ديالي. تشوفوا غادي نحاول نفس الشيء، غادي ندير هكذا وهكذا وهكذا. فوالا غادي ندف نخلي هذه هنا، وغادي نجيب نفس الشيء، غادي ندير هنايا هكذا وهنايا هكذا، وغادي نخليها هكذا. دابا حنا في الطين نمرة ثلاثة، كيف تشوفوا هنا فيها بزاف ديال التليات. دونك هنايا غادي نحاول نخدم هذه هكذا، نديرو مزيان الدقيق. غادي نوضعهم هنا في هذا الكيس البلاستيكي. غادي نوضعهم دابا في الثلاجه. كي تشوفوا دابا جبدنا العجينه ديالنا من الثلاجه، كي قلت لكم علمناها، يعني غادي نخليوها على هذا الشكل الافقي. وفي نفس الوقت غادي ندلكم كيف شتي، ودرناها في هكذا. غادي ندلكوها دابا على الشكل الافقي، غادي ندير لها بحال هكذا باش تجيني ساهله. انا هي تنتني حيت ما عنديش اتساع، غادي ندير العجينه ديالي بحال هكذا. كي تشوفوا غادي ندير لها هكذا باش نعقل عليها، وغادي نضيفها ثاني كذلك دابا للثلاجه. غادي نحطها غادي نوضعهم، غادي باش نعقل عليهم. ندير بحال هكذا باش مين بغيت نشدوهم نحاول ندفع نسرحهم على هاد الجهه، داكشي علاش درت لهم هاد العلامه هنا. فوالا غادي نوضعهم دابا في الثلاجه يرتاحوا، ومي غادي نساليو مباشره غادي نخدمو بهم، يعني هاد المره الاخيره.
حتى تشوفوا. دونك هذه هي المرحله الاخيره. دونك فوالا غادي نوضعهم هنا ونحتفظ بهم ونديرهم في الثلاجه اللي تلقيت اللي غادي نخدم بهم اللي يرتاحوا بيد ما نوجد لافارس ديالي. وها هي لاباط ديالنا من بعد ما خرجناها من الثلاجه وخليناها ترتاح بيد ما وجدنا لافارس او الحشوه اللي غادي نديروها فيها من بعد ما نشكلوها يعني اشكال كيف بغينا. قطعتها يعني الجوانب ديالها او الحوافي باش نوريها لكم. شتيو يعني فيها مجموعه ديال الطبقات في الطهي غادي تنفخوا هما اللي غادي يعطيونا داك الفوليوم لاباط. وهنا بعض المملحات اللي شكلنا بها تيجيو رائعين. ممكن ديروا مملحات او حويجات حلوين تتجي فريمون هاد لاباط رائعه ومقرمشه بحال اللي تنشريوها من المخابز. حبيبتي احبائي وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى هاد لاباط فريتي تجربوها في هاد رمضان وتعجبكم وكذلك تبارطاجيو الوصفه للاهل والاحباب باش حتى هما يقوموا بها وسيرتو المبتدئات. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش تمنيتو يا ربي. وما تنساوش اللي اول مره يدخل القناه ما عليه الا يتابونا ويفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد ديالنا. وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. مع السلامه.